هل من الممكن أن يكون مسيحي مسكوناً؟ هذا سؤال كبير. هل يستطيع مسيحي ابن حقيقي لله أن يكون مسكوناً؟ كلا كلا. لكن أين حقيبتي؟ هل أعطيتني قابس الضوء الذي فيها؟ أريد أن أقول لكم أمراً. تستطيعون أن تنطلقوا بالجسد؟ فالروح والجسد كقابس الضوء. لا يفهم الناس المبدأ. يمكنكم أن تتنبأوا بالروح القدس وتقدموا نبوة حقيقية، ومن ثم تتكلم كلياً من إبليس. ألا تعرفون أشخاصاً هم أنبياء رائعون؟ قد تمنحكم سيدة كلمة فتفكرون واو هذه امرأة الله، من ثم استبدأون بإمضاء الوقت معها، بعد فترة تقولون ما الذي حدث معها؟ فمها كعبوة النفايات. أعرف أشخاصاً في الكنيسة وهم ينتقلون إلى روح ضد المسيح بهذه السرعة. هذا ما لا تفهمونه. وهناك سؤال آخر، هل من الممكن أن تفقدوا خلاصكم؟ هناك عقيدتان حيال هذا الأمر، وأعرف أن البعض لن يوافقني الرأي. فالبعض يقول أنه يمكنكم فقدان خلاصكم، والبعض أنكم لن تفقدوا خلاصكم قط. أريد أن أخبركم بعقيدتي. الخيار الثالث، لا تفقدون الخلاص لكن تتخلوا عنه. قدومكم إلى المسيح لا يعني أن الله حولكم إلى رجال آليين. قدومكم إلى المسيح لا يعني أن تفقدوا إرادتكم الحرة. قدومكم إلى المسيح يعني أنه لا يزال لديكم إرادتكم لتتمموا خلاصكم بخوف ورعدة. لكن الناس لا يفهمون هذا، لأنكم إن تابعتم السلوك بعصيان فستنالون ما ناله شاول، ما ناله سليمان، ما ناله يهوذا. ستصلون إلى ذلك. وذهب روح الرب من عند شاول وبغته روح رديء من قبل الرب. 1 صموئيل 16-14. روح الرب ذهب من شاول وروح المعذب دخل. بهذه السهولة. أعرف نساء وأعرف رجالا يتكلمون بألسنة ويتنبؤون، وبغضون 3 أشهر يميلون للانتحار، يرغبون بقتل أنفسهم ويخططون للانتحار. للعدو صوت، وعليكم أن تنتبهوا إلى من تصغون. الكثير من الناس لا يعرفون أن للعدو صوتاً، ويظنون أنهم لأنهم مسيحيون يسمعون فقط من الروح القدس. هذه أكبر كذبة وأعظم خداع في الكنيسة اليوم.